مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا قصة إيمان، 26 سنة قبل 3 أيام من وفاة الأم ديالها، كتفاجئها بسر أنه هي ماشي أمها والأب ديالها ماشي باها، غيرت لها الدنيا لما هو أصعب. مشاهدينا الكرام، اهتمام المغاربة بهذا الملف، الكل يساند إيمان، الكل كيتصلوا بإيمان. الهدف الأسمى في الموضوع هو إيمان تعرف والديها، ليس بالأمر الهين. إيمان عندها 26 سنة، وصلت لهذا السن كتفاجئ بأنه هاد الناس ماشي والديها، وهما خداوها من عندها 3 أيام. مشاهدينا الكرام، الجديد في الموضوع هو إيمان تواصلوا بها ناس، هاد الناس الكلام ديالهم أب وأم، الوقائع اللي رواو مع إيمان تتشابه تتقارب بشكل كبير مع إيمان. واش هما والديها؟ نعم أم لا؟ إيمان ربطت الاتصال بالأستاذة حسنة، الموسيقى الوطنية، الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. حسنة لها من تجربة ما يكفي، خدات الموضوع بمحمل الجد، عيطت للناس، اتصلت بهم، ربطت بهم الاتصال، كان لقاء عندها معهم، بحثت معهم فيما يخص المعلومات اللي عند إيمان وكذلك المعلومات اللي عند هاد الناس. هنا كيتطرح سؤال، واش هما والدين إيمان؟ نعم أم لا؟ أسباب، مسببات، أشنو جرى في هذا النقاش؟ غنشوفوها مع أستاذة حسنة. أستاذة حسنة، الهيئة الحقوقية الله يوفقكم، درتوا خطوات إيجابية، خديتي الموضوع بمحمل الجد، سمعتي الأوديوات، تواصلتي مع دوك الناس، تلاقيتي معاهم. أنت هذاك السيد ومرته وكانت معكم إيمان، واش كان شي إحساس روحي في الموضوع ولا لا؟ بالنسبة الإيمان، يعني كيف ما تكلمت معها من بعد ما سال اللقاء ديالنا مع السيد والسيدة، أنا ما حسيت بتا شي حاجة، ولكن اللي كيهم في الموضوع ماشي هو الإحساس فقط، فبعض الخطرات الإحساس ديالنا تيخوننا، وإيمان يعني كتعيش واحد الوضع نفسي واجتماعي صعب، فبالتالي ما نقدروش يعني يكون نبني واحد القرار مصيري على إحساس. بالنسبة للقاء ديالنا بهذا الأب وهذا الأم، جا من بعد ما تواصلت معايا إيمان وقالت لي راه كاين واحد الشخص اتصل بيا وقال لي راه ربما نكون أنا هو الأب ديالك، وفعلا يعني خديت من عندها لي كوردوني ديالو، اتصلت به، تكلمنا مطولا، عطاني مجموعه ديال الوقائع اللي تيقول بانها تتشابه مع الوقائع اللي كتحكي ايمان في عبر الموقع ديالكم، وفعلا يعني قررنا اننا نتلاقاو به وبالزوجه ديالو في حضور ديال ايمان. تكلمنا، فعلا كاين نقاط ديال التقاطع او تشابه بين الوقائع، ولكن فاش جينا نشوفوا تاريخ ديال الازدياد ديال ايمان، الام كتقول بانه في 98 1998، في حين ان ايمان زيد في 1996 والشهر حتى هو مختلف. هنا يعني تقريبا الامر حسم بالنسبه للموضوع ديال ايمان. نعم، اذا كان ممكن نساعدك في نوعيه الاسئله اللي تنعرف الموضوع. السر عند الام قبل الوفاه ديالها بثلاث ايام، قالت الايمان محجوبه حافظه. هاد جوج الاسماء درجوا مع هاد الناس عندهم بهم صله؟ نعم ام لا؟ لا، ما عندهم بهم حتى شي صله. يعني انا ملي طرحت السؤال سواء على هاد يعني الاب وهاد الام، ما تيعرفوش الاسم ديال السيده اللي داتها او يعني الشركه ديالها اللي هي حفيظه. وفي نفس الوقت يعني ايمان ملي كتكلم بيقين بان الاسم ديال الام ديالها البيولوجيه سميتها فاتحه، في حين ان هاد السيده عندها اسم اخر، زائد ان كاين المعطيات اخرى اللي خلات ايمان تجزم بان هاد الناس هادو ما يمكنش يكونوا الأسرة ديالها. ولكن أهم 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 يعني أمر اللي نقدروا نبنيو عليه هو السن أو تاريخ الزياد اللي هو مختلف، يعني تقريبا بيناتهم سنتين، فهذا هو اللي خلى يعني المسألة أنها ما تطورش أننا نمشيو نقلبوا على لاديان أو شنو. هما أستاذة النقط اللي كتشوف فيها نوع من التناقض بناء على الحقائق اللي كتعرف إيمان؟ هذا السؤال الأول، وكذلك النقاط الإيجابية اللي كتقارب، واش هادشي علاقة بمنطقة الدرب الكبير؟ وكذلك سمعنا بأنه ديك الأم الآن كاينة في عين السبع، هاد الأمور واش كتقارب؟ هذا ما هو إيجابي وما هو سلبي؟ غيعطيك شنو هما التناقضات اللي لقيتي بعيد كل البعد على أنه تكون هي بنتهم، هاد الناس هي إيمان.
بالنسبه للوقائع اللي هي كتباعد ان تكون ايمان هي الابنه ديالهم، ان بالنسبه للايمان كتقول لك ان الاب هو ابن السيده اللي كانت خدامه عندها الام ديالها، في حين هاد السيده هذه ملي كتحكي كتقول لك لا انا راه هذاك السيد اللي وقع لي معاه المشكل وحملت معاه هو جارنا، وحنا بجوج ساكنين في كاريان في هذا في عين السبع. وهذه نقطه الالتقاء، ان اللي كيحكيوا الايمان ان الام ديالها راه ساكنه في الكاريان. والنقطه الثانيه هو انه المنطقه اللي لقات ايمان راسها كتعيش فيها في درب كبير هي في واحد المنطقه اللي درب العفو، في حين ان الام ملي كتحكي فين مشات باش عطات الابنه ديالها هي في درب كبير ولكن في منطقه بعيده. دونك يعني هذا الشيء خلانا يعني او خلى ايمان انها تزيد تاكد باللي راه ما يمكنش تكون هذيك الام ديالها. ولكن احنا كهيئه لقينا بان التاريخ اللي عطات ايمان او اللي هي يعني مسجل في الحاله المدنيه ماشي هو التاريخ والسنه اللي عطات الام واللي عطى الاب. هذا جواب على الجديد في الموضوع. يبقى عندي سؤال، الخطوات المتبعه ديال الهيئه فيما يخص اذا لم توصلتوا بخيوط وديه كيبقى الاطار القانوني، كيفاش كتشوفوا المستوى امتى غادي تتوكلوا على الله فيه استاذ؟ دابا من بعد اخر تسجيل معكم استاذ، يعني احنا كنا وجهنا واحد النداء للمحجوبه والحافظه وحتى الاسره ديالها المقربه، لربما شي حد كيحمل سر او خيط من الخيوط، واعطيناهم هذا الاسبوع هذا في انتظار انه يكون واحد الاتصال ودي وحبي، والا ان شاء الله بدايه الاسبوع المقبل غادي نبداو الاجراءات ديالنا، يعني غادي تكون واحد الشكايه في الموضوع، غادي نرجعوا المعطيات اللي عطاتنا ايمان زائد التسجيلات اللي عطاتنا، وغادي يعني نتفحصوهم وندارسوهم مع اللجنه القانونيه، وديك الساعه راه غادي نشوفوا يعني الشكايه كيفاش غادي تقاد وتوضع في المحكمه المعنيه بالامر. استاذه شكرا لك، الله يوفقك في هذا المسار لانه جانب انساني واجر كبير مع الله. مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا المعنيه في الموضوع، الاحساس ديالها كيفاش. نفس السؤال، واش كاين شي احساس روحي ملي تلاقيتي مع هاد الناس؟ وشنو تاني اللي بان لك المكامن ديال الخلل بانه بعيد على ان يكون هذو والديك؟ ما حسيتش بحتى شي حاجه، ما كاينش كاع حسيت. انا لقيت اللي عيط ليا في التليفون وقال لي انا هو الاب ديالك، ما والو، ما حسيتش ولو غير شويه، ما كاينش هذاك الاحساس. وقبيله فاش جاو ما كاين حتى شي احساس، ولقيت اللي قالت ان 95 98 صافي، وانا زيد في 96 55، يعني ما كاينش كاع شي حاجه اللي كتربطني صله بينهم. نعم، يبقى عندي واحد السؤال الاخير، هو مساله الشبه، ما لقيتيش واحد فيهم كيقدر يشبه ليك في الاب ولا في الام؟ لا ما كاينش، ما كاينش شي شبه بيناتنا. نفس السؤال بطريقة أخرى اللي بديت فيه في الأول، الإحساس ديالك الآن كتشوفي أنك غادا في خطوات اللي غتقدر توصلي للهدف، إحساسك يعني غادي تقدر توصلي له إن شاء الله اليوم والديك الأصليين. كاين إحساس، وحتى الطرف الآخرين كيبان لي أنهم فيهم خوف من الهضرة ديالهم. فاش آخر ميساج اللي صيفطته لي اليوم بنتها، كاين واحد الخوف اللي كبير بزاف. وضحي لي باش نفهموا معاك الامور. بنت من بعد؟ بنت محجوبه. هي شنو قالت لك؟ قالت لي شي حوايج اللي بحال قالت لي انا هذاك انت بديتي كتكذبي كذبتي، وقالت لي حنا قلنا لك غير الصراحه، حنا ما كذبناش، قلنا لك تسناي، قلنا لك تسناي تنقلبوا لك على حفيظه، حتى الايمتى غيقلبوا لي على حفيظه؟ وحفيظه انني سمعت بانها هي بفمها قالت لهم راها كبيره في السن وعيانه، يعني انت راكي عارفاها بانها راها عيانه وكبيره في السن، يعني علاش هاد انا بغيت غير علاش هاد الغموضات وعلاش هاد الكذوب بزاف؟ غير تجيني غير الصراحه وتقول لي الحقيقه. ولكن هما مخبين، علاش مخبين الله اعلم. وانا متاكده ان الاسم ديال الام ديالي فاتحة وبنت الخميسات، وكانت خدامة
هنايا في كازا عند شي وحده في الفيلا. وسميتو النهار الاول فاش مشيت عندها قالت لي انها محجوبه، قالت لي انها بنت عمها عندها فيلا في المدينه القديمه، وشي شويه قال لك لا ماشي في المدينه، في عين السبع. يعني هما بعض المرات كي يديروا في الهضره. شغل الصراحه قبل ما يفوت الفوت، وديك الساعه لو ولات في يد القضاء ما عندي ما ندير لها. ولو تكون كبيره في السن، الا كانت هي كبيره في السن انا غادي نوقف على حقي، ولو مريضه غنوقف على حقي وغادي نعرف الحقيقه ديالي من الاول حتى الاخر، وغادي نعرف الام ديالي والاب ديالي. واحد السؤال كيطرحوا الناس بزاف في التعليقات، وحنا تنحترموا التعليقات ديال الناس، بين هاد حفيظه ومحجوبه يمكن ياك تشكين فيهم تيقول لك ممكن تكون شي وحده فيهم هي الام، مش ممكن ولا مستبعد؟ مستبعد نظرا لعامل السن. العامل السن، حيت ماما اللي كانت كتعاود لي على محجوب ان راجلها سنين باش ميت. ما يمكنش يكون وحده فيهم تكون الام ديالي، لا، حيت انا المعلومات اللي عاطيني بانها محجوبه هي اللي جابتني من عند حفيظه، حيت حفيظه هي اللي كانت عندها الفيلا في عين سبع والابن ديالها هو المعني بالامر. هاد المعلومات اللي كيتكلموا لك فيها ولاد حفيظه ولاد محجوبه اعتقد، ما عطوكش شي معلومه على الاب؟ واش هو على قيد الحياه، متقدم في السن شويه؟ لا لا، من غير هي كتقول لك حفيظه هي اللي عارفه كل شيء، ومن حفيظه هي اللي عارفه كل شيء انا تجيب لي غير العنوان ديال حفيظه، وما كيقول لك حنا حفيظه ما عارفين واش ميته ولا حيه، حيت راه ما يمكنش، ما انك انت يا بنت عمك وما تعرفيهاش واش ميته ولا حيه، راه هادي ما يمكنش. وكتقول لهم ثاني ان بنت محجوبه كتقول ان من لقيتها اللي جابت حفيظه ايمان باللسان ديالها، كتقول من لقيتها اللي جابت حفيظه ايمان ما بقيناش شفناها. يعني راه ما يمكنش 26 عام هادي ما عمرهم شافوا بنت عمهم فين كاينه. وانا الام ديالي قبل ما تموت علاش ما قالتش ليا نمشي عند شي واحد اخر، بحال مثلا خالتي او لا عمتي او لا خالي؟ علاش سمات لي دوك جوج الاسماء حفيظه ومحجوبه؟ وانا اكدت عليها قلت لها ماما شكون محجوبه؟ قالت لي محجوبه اللي في درب كبير، هي وبنت عمها اللي عارفين الحقيقه، عارفين فين كاينه الام والاب ديالك. يعني غادي نعرفها. موضوع غريب وشيق، وحنا معاك استاذ حسنة تاهي كدير مجهود، واستاذ هشام اللي هو الرئيس ديال الهيئه تا هو الله يوفقك. شكرا لك استاذ. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا كما قلت في السابق، ايمان 26 سنه، قصه غريبه، والحمد لله هي بين ايادي امينه الهيئه الحقوقيه استاذ حسنة الموسيقى الوطنيه والسي هشام اللي هو الرئيس، واخدين الملف على محمل الجد والهدف الاسمى عندهم ومن الاولويات اللي عندهم في الملفات بطبيعه الحال اللي كيتناولوا قصة إيمان. إيمان شكون هو باها وشكون هي أمها؟ نحن دائما على تتبع هذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد، دائما في حالة إلى توصلنا بأي خبر في الموضوع. هاد العائلة أعطوا معطيات، ولكن شيئا ما فيها نوع من البعد عن الحقيقة أكثر. نحن دائما على تواصل في الموضوع، وسوف نوافيكم في الجديد إلى توصلنا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.